مساء الخير. لا مش واصلين على حرب أهلية. لا حجرين بالتونيل ما رح يردونا شرقية وغربية. لا بوسطة الثورة مش بوسطة عين الرمانة. ولا قلوب الناس بطلت من بعضها مليانة. لا الناس بالشارع مش مرهونين للسفرات. مش انتو اللي بتخونوا وطنيتنا، انتو اللي كل عمركم صبيان الدول وانتو جماعة المؤامرات. لا ما في سفارة عم بتمول سندويشات اللبنة والزعتر والجبنة والرز والقرنبيط. الحقيقة انه ما في سفارة الا ما مولت شحم بطونكم ولحم كتافكم وعلم ولادكم. بس يا سلطة يا منتهية شيلي منك وحطي فيي. لا مش مزبوط انه حكومة تكنوقراط ما بتعرف تدير البلد وتخاطب الدول. لا مش مزبوط انه ما عندها مؤهلات تفهم بالسياسة الخارجية وانه ما بتمشي حكومة بالبلد الا اذا كانت سياسية. لا ما تنسوا كيف جيتوا على السلطة لأرشيف حاضر. التاريخ ما بقى يتزور ومش رح نسمح انه الحقيقة تتحور. يوم اللي جيتوا على السلطة الأحرف ما كنتوا تعرفوا على بعضها تركبوها، والزعامة عملتوها بالدم مش بالعلم، واللعبة السياسية ما بحياتكن فهمتوها. لا الناس بالشارع مش زعران، الزعران هني انتو. لا الناس بالشارع مش شلعوطين ونص، انتو اللي شلعوطين. إلا انتو الشلعوطين اللي فقرتوا الناس وتملكتوا كل شيء. انتو الشلعوطين اللي عطيتوا 97% من الناس افتفيت الجبنة وقصمتوا القالب وأكلتوا كل شيء. انتو الشلعوطين إلا اللي عملتوا من السياسة باب رزق بطعميكن أراضي ومباني وأوتيلات ومولات. انتو اللي تملكتوا الأرصدة والبنوك والدولارات وصرتوا المدافع الأول عن مصالحها على حساب الناس والموازنات. انتو اللي ما عاد عندكن هم إلا أنو تسيروا أصحاب رؤوس الأموال. صرتوا انتو المشاريع وانتو رأس المال. انتو الشلعوطين إلا اللي صرتوا أصحاب وكالات التياب ومطاعم وبطون وترابة ودواء وكل شي مناكله ومنشربه ومنلبسه ومنستهلكه وحتى صادرتوا منا الهوى. انتو اللي ما بحياتكن توصلتوا وظيفة أو خدمة بوزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية من بعد ما صرتوا انتو أصحاب المدرسة والجامعة والجمعية والمستشفى والصيدلية. انتو الكسارة والمرملة. انتو المقاول والمتعهد والمهندس اللي بيشرف على مشاريع مقابل مبالغ خيالية. انتو السياسة عندكن مش مبادئ وقيم وقضية. السياسة عندكن بزنس وتقاسم وتصويات وصفقات. انتو منكن إصلاحيين أو مناضلين. انتو رجال أعمال بتبيعوا وبتشتري، بتبيعوا موقف لتربحوا مناقصة. نعم انتو الشلعوطين. إلا انتو الشلعوطين اللي حرموا الشباب بيوت لأنكن انتو الإسكان والمباني والمشاريع السكنية. انتو شركات النقل البحري والبري والجوي. انتو المطاعم والملاهي والشركات السياحية. انتو مصانع الترابي وشركات استيراد الغاز. وانتو المنتجعات اللي تعمرت على الأملاك البحرية. انتو الزفت والمرامل والكسرات وتجار الشتل والزينة والموبيدات. انتو مستوردي اللمبات. انتو الاعلانات. انتو الغاز وزيت السيارات. انتو شركات السيكوريتي. انتو الفالي باركينج. انتو الحليب والعصير. انتو مدينة الملاهي. انتو الشركات المتعهدة لكل شي بتحتاجه الوزارات والمرافق العامة. نعم انتو الشلعوطين إلا اللي تملكتوا كل شي بالبلد ونحن اللي ما عنا شي. فإذا بس نقلكن كلكن يعني كلكن صدقوا انه ما في واحد ظامت منكن. انتو الشلعوطين إلا اللي لازم تعرفوا انتو مين ونحن الشعب مين. انتو اللي بدكن الحرب الأهلية ترجع تصير ليرجع كل زعيم منكن منقذ وبطل بنظر جماعته. بس ما حذرتوا، نحن اللي مش خايفين من حرب على بعضنا وانتو اللي خايفين على حالكن من حربنا عليكن. نحن الثورة الشعبية وانتو الحرب الأهلية. وراءكن رح نسحبها ورقة ورقة، ومفاتيحكن رح نسترجعها مفتاح مفتاح. ومثل ما مبارح رجعت نقابة المحامين للناس، ما رح نخلي لا نقيب ولا رقيب ولا قاضي ولا حسيب بأحضانكن. غرفكن السودة بطلت تنفع، وأدوات مبارح غير أدوات اليوم. شو ما رح تعملوا ما رح تقدروا توقفوا الناس. إذا فكركن أنه تسقطوا شعب نزل ليسقطكن، طويلة على رقبتكن. والشهيد اللي كنتوا تسقطوا أيام الحرب لتقوم الناس ضد بعضها، اليوم بس سقط برم جسمين وصوره على كل لبنان وجمع الناس مع بعضها. نحن الثورة الشعبية وانتو الحرب الأهلية.